Hallo, liebe Schüler und liebe Schülerinnen. Heute beginnen wir mit Lektion 3. Nachher, inshallah, hنكمل الدرس الثالث. هناخد النهارده ان شاء الله جراماتيك. هناخد ايه في الجراماتيك؟ هناخد البستمتع ارتكل كنا خدناها قبل كده، اللي هي الدير والدس والدي والدي بلورال. طب ايه هي البستمتع ارتكل؟ ايه هي الدير والدس والدي والدي بلورال؟ اللي هي بالانجلش يعني زي، بالالف بالعربي يعني الف ولام. يعني ايه بالعربي الف ولام؟ يعني البستمتع ارتكل هي ادوات التعريف في اللغه الالمانيه. يبقى بستمتع ارتكل يعني ايه؟ ادوات التعريف. لما اقول دي يبقى دي اداه الارتكل بتاعت المذكر. دس دي اداه التعريف بتاعت المحايد. دي مؤنث. دي بلوغال للجمع. يبقى der das die بلوغال. der das die بلوغال. der das die بلوغال. تمام. يبقى احنا عندنا كل اسم في اللغة الألمانية لازم يكون عنده أرتكل. يبقى كل اسم في الألماني لازم يكون ليه أرتكل. طب ايه هي أنواع الأرتكل اللي عندنا؟ عندنا مذكر der، مؤنث دي، محايد das، وعندنا دي بلوغال اللي هي ايه؟ دي الجمع. ناخد باي شبيل على كده. عندنا نمر 1 دي كندر شبيلن جيان كارتن. دي كندر شبيلن جيان كارتن. هنا عندنا كندر اطفال. تمام. الكلمة دي عندنا جمع ولا مفرد ولا مؤنث ولا مذكر؟ كندر. كندر يعني أطفال، جمع. تمام. يبقى حطينا قبلها إيه؟ حطينا قبلها دي كندر. يبقى دي بلوغال، دي جمع. دي كندر شبيلن جيان كارتن. الأطفال بيحبوا يلعبوا إيه؟ الأطفال بيحبوا يلعبوا كوتشينة. يبقى نمر 2 der Vater arbeitet als Arzt. الأب بيعمل طبيب. تمام. هنا قلنا أب ولا قلنا الأب؟ لا، الأب، عشان قبلها der، والدير هنا بيشتمتع أرتكل، والبيشتمتع أرتكل يعني أدوات التعريف، يعني بنعرف الكلمة، يعني بنحط لها ألف ولام. يبقى der Vater arbeitet als Arzt. الأب بيشتغل إيه؟ بيشتغل طبيب. نمر 3 دي مطر است لغاغنن. دي متعست لغاغنن. الأم تكون معلمة. طيب حطينا قبل الأم دي ولا دير ولا دس؟ حطينا قبلها دي. طيب حطينا قبلها دي ليه؟ عشان الأم مؤنث، كلمة مؤنثة. حطينا قبلها دي اللي هي المؤنث عشان دي أداة التعريف بتاعتها. يبقى الأم است لغاغنن يعني معلمة. نمر 4 das Heft ist weg. das Heft ist weg. Heft يعني ايه؟ يعني كشكول. يبقى الكشكول ist weg يعني ضاع. يبقى هنا كشكول ولا الكشكول؟ الكشكول، عشان حطينا قبله das Heft ist weg. تمام. يبقى احنا، طيب احنا بنعرف منين الارتكل دي؟ احنا عندنا كل كلمة في الالماني لازم يكون ليها ارتكل، واحنا بنحفظ كل الكلمات بالارتكل بتاعتها. كل الكلمات يا سنة اولى لازم تتحفظ بالارتكل بتاعتها. ما ينفعش نحفظ كلمة والكلمة دي احنا عارفين ان هي اسم، وعارفين ان كل الاسماء ليها ارتكل، ونحفظ الاسم من غير الارتكل بتاعته. لازم كل اسم في الالماني نحفظه، نحفظ الارتكل بتاعته. تمام. طب ايه تاني اللي ليه ارتكل في الالماني؟ مفيش اي حاجه تاني ليها ارتكل غير الاسماء بس. تمام. طب الادجكتيف، الصفات ملهاش ارتكل. طب الفيربن، الافعال برضو ملهاش ارتكل. تمام. يبقى ايه اللي ليه ارتكل؟ الاسماء فقط هي اللي ليها ارتكل في الالماني. تمام. نكمل مع بعض. يعني ايه الاكسرسايز بتاعتنا؟
فيل أوس. اختر الإجابة الصحيحة. دير ولا داس ولا دي؟ بوخ است فيج. دير داس دي بوخ است فيج. طيب لما بنيجي نحل بنعمل ايه؟ نبص بعض الأقواس، نشوف الكلمة اللي بعض الأقواس. بوخ، بوخ ده أداته ايه؟ دير ولا داس ولا دي؟ طب احنا نعرف منين؟ احنا قلنا لسه من شوية ان احنا يجب علينا ان ايه نحفظهم، لازم نكون حافظينهم. يبقى دير داس دي بوخ است فيج. بوخ أداته داس، يبقى داس بوخ است فيج. نمرة 2، فير است داس. من يكون هذا او من يكون هؤلاء؟ بس هنا مفرد. فير است داس، مين ده؟ دير دي داس فاميلي فون بيتر. عايز اقول هذه تكون عائلة بيتر. طب نبص بعض الاقواس زي ما اتعلمنا. فاميلي، الفاميلي الارتكل بتاعتها دير ولا داس ولا دي؟ الارتكل بتاعت كلمة فاميلي دي، يبقى دي فاميلي فون بيتر. تمام. نمرة 3، دير داس دي كنت شبيلت تنس. هنا كند ولا كندر؟ كند مفرد. طيب الاسم المفرد من كندر اللي هو كند، بيبقى ديا ولا داس ولا دي؟ بيبقى داس. داس كند شبيلت تنس، الطفل بيلعب تنس. نوما فير ديا داس دي فريند فون مارك. است فير 10 يارا الت. ديا داس دي فريند فون مارك است 14 يارا الت. تمام. كلمة فريند بعد الأقواس، الأرتيكل بتاعتها ايه؟ دير ولا داس ولا دي؟ الأرتيكل بتاعت كلمة فريند دير، يبقى دير فريند فون مارك است 14 يارا الت. صديق مارك است 14 يارا الت. نمرة 5، دير داس دي اوبا است زير ليب. است زير ليب يعني طيب جدا او محبوب. دير داس دي اوبا. اوبا ده مين؟ اللي هو جدي، الجد. الجد بقى مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. هياخد دير ولا داس ولا دي؟ يبقى دير. دير اوبا است زير ليب. وبكده نكون خلصنا ايه البشتمتع ارتكل. اشوفكم مرة جاية ان شاء الله مع الان بشتمتع ارتكل مع ادوات النكرة. بيستان بسيش بيتا تشوس.